فيروس متناهي الصغر لا يرى حتى تحت الميكروسكوب العادي، أصاب الأرض جميعها بوباء قاتل لا يوجد له مصل أو دواء حتى الآن، وكل ما علينا فعله هو حماية أنفسنا من خطر التعرض له. وبالتالي قامت كل المنظمات وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية بتوفير كل المعلومات التي تمكننا من صناعة منتجات تمكننا من حماية أنفسنا من خطر الفيروس. من ضمن تلك المعلومات هو استخدام مادة الـ PCMX أو كلوريزينول في المنتجات التي يمكن أن نستخدمها في التعقيم. وبالتالي كان لابد لشركة الكيميائي أو معمل الكيميائي من خطوة اتجاه جمهوره، وقمنا بإعداد هذا الفيديو وهي عبارة عن منتج صابون سائل اليدين باستخدام كلوريزينول أو PCMX كمادة معقمة. التركيبة التي اعتمدنا عليها هي في غاية البساطة، وجميع المكونات متاحة في جميع الأسواق وموجودة في سوق الكيميائي. أنا أحمد فتوح وده معمل الكيميائي. بالعلم حياتك أسهل، قناة معمل الكيميائي على يوتيوب، الكيمياء ببساطة. قبل الدخول إلى الجزء العملي، فجميع المكونات الواردة في تلك التركيبة موجود جميع المعلومات التي تخصها في سلسلة اعرف خاماتك. لذلك إن كنت مهتم بالصناعات الكيميائية اضغط لايك واشترك في القناة وفعل الجرس ليصلك كل جديد. نخرج إلى فاصل ونعود سريعا إلى الجزء العملي. الكيماويات ما بقتش صعبة، سوق الكيميائي، تطبيق اندرويد ومتجر اونلاين، اختار، اطلب، استلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ الشغل العملي، لو مهتم جدا بالصناعات الكيميائية اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. هنتعرف اولا على المكونات الخاصة بتصنيع صابون سائل اليدين معقم. طبعا هنستخدم هنا المادة المعقمة هي مادة الـ PCMX، وده الشكل بتاعها. نتعرف على المكونات بتاعتنا. مادة الإيديتا اللي هي إيثيلين داي أمين تترا أسيتيك أسيد بودر، بيتم استخدامه لتنقية المياه، بيشتغل هنا كتشيلينج ايجنت. الألوان بتاعتنا، أنا عشان هعمل بريحة اللافندر فجايب لون أحمر ولون أزرق علشان أطلع منه اللون البنفسجي. كحول الإيثانول علشان أدوب فيه البي سي ماكس. البتائين مادة فعالة مترددة. جليسرين مرطب. ريحة اللافندر. سيتريك أسيد أو ملح الليمون علشان أضبط بيه البي اتش. كيمبرلان مادة فعالة غير أيونية. تكسابون الجل N70 ده المادة الفعالة الأيونية عندي. ملح الصوديوم عشان أرفع بيه الفيسكوستي. وتعرفنا أولا على البي سي ميكس. الأدوات اللي أنا هحتاجها هو مجرد وعاء أو بيكر وأدوات تقليب، سواء كان استيرر زي ده أو جلاس رود أو معلقة حتى. والماء بتاعي يفضل إنها تكون ماء مقطر، مفيش يبقى الماء المفلتر بتاعي، وسواء كان ورق بي اتش أو جهاز لقياس البي اتش بتاعي. نبدأ الشغل بتاعنا. أحط الوعاء بتاعي على الميزان وهوزن 350 جرام مية. أنا عندي الباتشة بتاعتي 500 جرام. لو أنا عايز أعلي الكمية بتضرب في 2 في 3 في 4 زي ما أنت عايز. 350 جرام مية. بعد كده بحط الإيديتا على المية بتاعتي بنسبة 15%. طبعا جميع النسب والأوزان هتلاقوها موجودة في وصف، رابط في وصف الفيديو. بعد كده هنزل بالتكسابون اللي النسبة بتاعته 12%، يعني هنا بضيف فقط 60 جرام. شغل التقليب وبنتظر حتى يتم إذابة التكسابون كاملا. تقريبا بعد 10 دقايق تم إذابة التكسابون كاملا زي ما احنا شايفين كده. كل التكسابون ده بمجرد حاجات صغيرة. هبدأ أضيف الإضافات التانية بتاعتي. هضيف الكيمبرلان بعد التكسابون. نسبة الكيمبرلان عندي هنا 3%. هنتظر حتى تمام ذوبان الكيمبرلان.
هلاحظ ان الكمبلان بيرفع معايا البي اتش بتاعت المنتج، هبدأ اخفض البي اتش باستخدام محلول من السيتريك اسيد. فانا حاليا هبدأ اجهز محلول من السيتريك اسيد، مية عادية خالص، وده السيتريك اسيد هعمل منه محلول. طبعا كل ما كان المحلول مركز كل ما هستخدم منه كمية اقل. اقيس البي اتش بتاعتي اشوفها كام. البي اتش بتاعتي 9، هنزلها لحد 8. تعالوا نشوف على الورق المفترض النتيجة تطلع لنا ازاي. دي نتيجة البي اتش على الورق، 8. 8 ليه؟ علشان البي سي ام اكس كل ما كان في وسط قاعدي كل ما كان الافكت بتاعه اعلى والقدرة التطهيرية بتاعته اعلى. بعد كده هضيف الجليسرين، ده الجليسرين، جليسرين نسبته 1% عشان يشتغل كمرطب. بعد كده هضيف الريحة بتاعتي، ريحة اللافندر، طبعا اللافندر هنا 1%، 5 جرام. هبدأ أجهز محلول البي سي ام اكس. أنا عندي هنا البي سي ام اكس البودر وعندي الإيثانول. البي سي ام اكس النسبة بتاعته هي 12%، والإيثانول 0.5%. هدوب البي سي ام اكس كله في قلب الإيثانول، لأنه طبعا هو شحيح ذوبان في المية، فدوبه في الكحول أولا، بعد كده أضيفه على التشغيلة بتاعتي. طبعا الملح الليمون والإيديت احنا ضفناهم في الأول فمالهمش لازمة دلوقتي. هبدأ أجهز الألوان بتاعتي. أنا عشان أطلع اللون البنفسجي بحط نسبة 1:1 من اللون الأزرق واللون الأحمر. شوية مية هنا كده. اللون بتاعي ظهر كده، اللون بتاعي بقى ظاهر، لون بنفسجي. هبدأ أضيفه واحدة واحدة على التشغيلة بتاعتي. أزود اللون سنة. كده اللون كويس. أكمل تقليب. متبقي عندي البيتاين وملح الصوديوم. طبعا انا سبت البيتاين للاخر علشان بيرفع الفيسكوستي، فاقدر ادوب اي شيء قبل البيتاين. هضيف هنا البيتاين بنسبه 6%، 30 جرام. لاحظ هنا اللزوجة بدأت تزيد. هرفع اللزوجة إلى أقصى حد ممكن نوصل له وهو باستخدام ملح الصوديوم. هشوف كمية المية اللي باقية عندي وهي 39 جرام تقريبا، هضيفهم. وقف ده، أوزن 39 جرام. هدوب فيهم ملح صوديوم هو نسبة 1%. طبعا لو شغال على بيكر متعاير هيبان هنا المتبقي قد ايه لحد ما توصل لحد ال 500. دوب الملح كويس. بعد كده هضيفه على التشغيله بتاعتي واقلب. هلاحظ طبعا اللزوجه ارتفعت الى اقصى حد ممكن توصل له. طبعا تقدر تتحكم في اللزوجه دي بان انت ممكن تخفف تاني بالميه او ان انت تحط كميه ملح صوديوم اقل. زي ما احنا شايفين هنا كده اللزوجه بتاعتي عامله ازاي، المنتج بتاعي لزج جدا. وبكده نكون انتهينا من تصنيع صابون سائل لليدين بالمعقم باستخدام مادة البي سي ام اكس.
ما تنساش تشترك في القناة وتضغط لايك على الفيديو وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.